السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. مشكلة الرواسب الكربونية اللي موجودة في كل المحركات إزاي هنعالجها؟ فكينا الغطاء بتاع المحرك وشفنا الرواسب الكربونية المتراكمة على البلوف أو الصبابات أو الصمامات الخاصة بالهواء، وأكيد في داخل المحرك، وأكيد كمان في على صمامات العادم. هنحل المشكلة دي إزاي؟ هنروح مع بعض بطريقة بسيطة جدا من غير ما نحل المحرك، وبعد كده هنشوف حاجتين مهمين مع بعض لازم تتابع الحلقة للنهاية، وفي حاجة مهمة لازم أعملها بعد ما أعمل عملية التنظيف للمحرك. ويلا بينا نشوف مع بعض كل شيء بالتفصيل. هنروح مع بعض نعمل الأداة دي عشان نشوف إزاي نستخدمها بكل سهولة عشان ما يحصلش تسييل والسائل ينزل مني على المحرك. بعض الأشياء المتاحة عندك في المنزل ممكن تستخدمها عشان نحط فيها السائل بتاع التنظيف اللي هننظف بيه، أي إزازة أو قارورة أو إزازة مية موجودة عندك في المنزل. هناخد البخاخ ده عشان هيتحمل معانا البلاستيك الخاص بيه. نبدأ نفك الأجزاء دي، ولو متاح عندك أي وصلة زي دي كده على أساس نمرر فيها أو نربط فيها الهوز. طبعا محتاج أوسع المكان ده كده، هنبدأ نوسعه بشيء دائري، بلاش كاوية اللحام. بعد كده نقدر نلزق بالجلو. بعد كده اي هوز موجود عندي اقدر استخدمه. دي الفكرة البسيطة اللي هقدر من خلالها ان انا امرر سائل التنظيف. طب هتفضل عندي مشكلة، الهوز ده او الماسورة دي ممكن اسدها بماسورة تانية بالشكل ده كده، وكل اللي هعمله هروح قاطع هنا، وممكن بكاوية اللحام بالشكل ده كده كده اتسدت معايا. وهنعمل ثقب في الزجاجة من اعلى عشان من خلاله يتم وضع سائل التنظيف. بعد كده هنثبتها بالشكل ده كده، وبعد كده المفروض ان احنا هندور على اي مكان اقدر اوصل منه سائل التنظيف من خلال المانيفولد او المشعب او التلاجة بتاعت المحرك، يعني هشوف مكان اقدر ان انا اوصل له السائل مباشرة. طبعا هنروح دلوقتي نشغل المحرك لحد ما يستقر وتصل درجة الحرارة التشغيلية بتاعت المحرك لدرجة الحرارة التشغيلية المثلى قبل ما اعمل عملية التنظيف. وهبدأ في تشغيل المحرك. وهنتظر حتى تصل درجة الحرارة إلى درجة الحرارة التشغيلية المثلى. ركز مع مؤشر الحرارة، لازم يوصل للنص تقريبا. وهنلاحظ شيء مهم جدا بتنور وتطفي معايا لمبة الأعطال أو ضوء المحرك في طابلوه السيارة، ده كله من الرواسب الكربونية المتراكمة داخل المحرك. وهنلاحظ ان الحرارة بدأت ترتفع للنصف، هنبدأ في عملية التنظيف. وهنبدأ في عمل شيء مهم جدا، ان انا هأضع القماش الابيض ده في الخلفية عشان اشوف الرواسب اللي هتخرج لي من العادم او من الشكمان. وهبدأ في ربطها بالشكل ده كده، طبعا هتسمح بخروج الهواء، ولكن كل اللي انا محتاجه ان تظهر معايا الرواسب اللي في العادم. وهبدأ بفك اقرب هوز ليا، الهوز ده بالشكل ده كده. طبعا المحرك هيبدأ
يتحرك معايا او يرج عشان الليك اللي في الهواء. كده بدأ يستقر معايا تاني، وهبدأ برش الاي سي ديلكو. طبعا هنروح مع بعض نشوف ايه اللي مكتوب على السائل او البخاخ ده، وازاي هو بينظف الكربراتير، ونشوف خواصه كلها مع بعض. وهنبدأ في الثقب ده. قبل ما نكمل عملية التنظيف لازم نعرف السائل اللي هنضعه داخل المحرك ايه بالضبط. ده اي سي ديلكو، دي الشركة المصنعة. مكيف ضبط الكربراتير ده اسمه. عشان استخدمه ليه كاتب لي هنا اهو: يحتوي على مذيبات ومواد نفاذة صنعت لإزالة المواد الصمغية والكربون والرواسب الأخرى من نظام سحب الوقود، وتعمل على تحرير الصمامات المسدودة وحلقات الانضغاط غير النشطة وإزالة الرواسب الزائدة من غرفة الاحتراق. للحصول على أفضل النتائج لابد أتبع التعليمات. أشغل المحرك. طبعا بعد كده هبدأ أنزع مرشح الهواء، هو كان بيستخدمه في محركات الكربراتير. أنا دلوقتي هعمل إيه؟ هبدأ أصل لأي منفذ من منافذ التلاجة عشان يدخل مباشرة للمحرك. هرش المنظف بشكل مباشر داخل ماسورة الكربراتير اللي هو احنا هنعمله داخل المشعب. بعد كده بيقول لي خلي اللفات من 400 ل 500 لفة في الدقيقة. احنا سرعنا عشان نظهر لحضراتكم النتائج بسرعة. وهنا طبعا بيقول لي هتوقف المحرك لما تفرغ العبوة. العبوة دي مصممة على المحرك الصغير. المحرك عندنا كبير محتاج عبوة او اتنين او تلاتة، مفيش مشكلة، وحسب كمية الرواسب الموجودة داخل المحرك. بعد كده حطيت في المحرك لمدة 5 إلى 10 دقائق، وبعد كده تعيد تشغيل المحرك واغلاق صمام الخانق، وبعد كده تبدأ تضبط الهواء. هحاول ارفق لك التعليمات دي في الرابط اسفل الفيديو، وطبعا هتلاقيها لما تشتري العبوة. الحاجة التانية والمهمة جدا، حاول تستخدم الاي سي ديلكو او تنظف المحرك في اخر عمر الزيت، يعني قبل ما تغير الزيت ب10 كيلو 15 كيلو، قبل ما تصل لل 5000 حسب الغيار، تبدأ في عمل تنظيف للمحرك عشان الرواسب اللي هتخرج من المكابس جزء منها هيوصل للزيت. يبقى أفضل شيء وأفضل أداء إن أنت كمان تغير الزيت بعد ما تقوم بعملية التنظيف. ويلا بينا نكمل تنظيف المحرك ونشوف الرواسب الناتجة. وهنبدأ في الثقب ده. نبدأ نضع الاي سي ديلكو، وهنلاحظ طبعا في تغير في صوت المحرك. وهنضغط على دواسة الوقود شوية. بعد ما رفعنا الـ RPM الـ 2000 ظهرت لي كمية الرواسب اهي في الكيس اللي احنا وضعناه على فتحة الشكمان او الاكزوست. وهنلاحظ وجود رواسب اهي كربونية، يا رب تكون ظاهرة. خرجت معايا داخل الكيس، ولكن ظهرت على هيئة رواسب بسيطة لان تم حرق الاي سي ديلكو او السائل ده تم حرقه بالكامل داخل المحرك. وده الامان اللي في المنظف نفسه، ان هو هيخرج لي
الرواسب دون التأثير على المحرك. وبالنسبة لمحرك السيارة دي، محرك كبير هيحتاج على الأقل 3 عبوات، وناخد وقتنا لحد ما ننظف المحرك بالكامل. وبكده يبقى شفنا مع بعض ازاي تنظف المحرك من الرواسب الكربونية بكل سهولة، ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.